يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور عبد الله اسماعيل حياك الله معنا. مشكور دكتور محمد على الاستضافه مره ثانيه، وان شاء الله تكون حلقه مفيده للساده المشاهدين. اكيد ان شاء الله دكتور. دكتور عبد الله اسماعيل، حضرتك اختصاصي اول في امراض القلب وايضا الجلطات، ودكتور يمكن تكلمنا في حلقات سابقه عن الكثير من النقاط الهامه حول القلب وامراضه بشكل عام، لكن الحين بنخصص دكتور هذه الحلقه عن المشكلات الصحيه اللي تصير في عضله القلب بالتحديد، وشنو هي الاعراض اللي تصير. في البدايه دكتور قول لي شنو هي المشكلات الصحيه اللي تصير في عضله القلب في التحديد. انزين، اول شيء خلينا نوضح شنو وظيفه عضله القلب. ممتاز. انزين، احنا ذكرنا ان القلب عباره عن غرف. صحيح. الغرفه الرئيسيه او اذا تقول الصاله الرئيسيه او اهم غرفه في القلب، انصح التعبير انها هي اهم غرفه، هي الجهه اليسار من القلب. عاده الناس لما تتكلم عن كفاءه عضله القلب تتكلم عن هذه الغرفه. نعم. وظيفتها ان تضخ الدم الى جميع اعضاء الجسم، الكلى والكبد والدماغ والى اخره. فاذا كانت عضله القلب كفاءتها ممتازه ومحافظه عليها، الدم يوصل الى جميع هذه الاعضاء بشكل مناسب. نعم. زين، هذه العضله لاسباب متعدده قد تضعف. لما تضعف تؤثر على وصول الدم الى هذه الاعضاء. فهذه هي الفكره العامه من فشل عضلة القلب. ممتاز دكتور، شنو الأسباب المتعددة يعني لو تذكرنا بعضها اللي ممكن يؤدي إلى ضعف هذه العضلة؟ ممتاز، نرجع حق البيت. نرجع حق بيتنا. نعم. زين، احنا مو قلنا القلب في بايبات. نعم. وفي وايرات كهرباء وفي أبواب. صحيح. أي مشكلة بأي واحد من هذيلي ممكن يؤثر يسبب ضعف عضلة القلب. أوكي. الاضطراب في كهرباء القلب قد يؤثر على عضلة القلب. نعم. انسدادات في الشرايين التاجية وقصور في الشرايين التاجية تؤثر على عضلة القلب. صحيح. مشاكل في صمامات القلب إذا كانت شديدة تؤثر على عضلة القلب، تؤدي إلى ضعف عضلة القلب. نعم. أو توسعها إلى آخره، وتؤدي إلى أعراض فشل عضلة القلب. فبالتالي مثل ما قلت لك، القلب هو يعني بيت متكامل. صحيح. وشيء يخترب يأثر ما تدري شنو اللي أثر شنو اللي بدأ، عرفت شلون؟ صحيح. دكتور بالنسبة حق عضلة القلب بالتحديد، هل الجانب الجيني الوراثي لا تأثير ممكن في الاختلال اللي يصير في عضلة القلب؟ نعم، في أمراض في عضلة القلب مرتبطة بالجينات بالدرجة الأولى، عرفت شلون؟ في واحد أمراض تضخم عضلة القلب ينتقل بالجينات. نعم. حتى احنا ننصح الناس اللي عندهم هذه المشكلة، هي التضخم. نعم. أن مثلا نفرض إذا الأبو عنده إياها، عيال لازم يسوون فحص سونار. نعم. وتخطيط الأمور هذه. إذا واحد من الأخوان عنده، أخوان الباجين لازم يسوونهم. صحيح. ففي بعض أمراض عضلة القلب تحتاج إلى فحوصات، وقد يكون لها عوامل وراثية وجينية. ممتاز دكتور عبد الله إسماعيل، عندي الكثير من الأسئلة لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث شيق مع دكتور عبد الله إسماعيل. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتور عبد الله اسماعيل كنا قاعد نتكلم عن المشكلات الصحيه اللي تصير في عضله القلب، وبينت لنا شنو هي وظيفتها وشنو بعض المشكلات اللي تصير. لكن دكتور اذا صارت مشكله معينه في عضله القلب، شنو ممكن من الاعراض اللي ممكن يحس فيها الشخص ويبين لكم انتم بعد التشخيص ان هذا الشخص يعاني من مشكله معينه في عضله القلب؟ من اهم اعراض فشل عضله القلب هو ضيقه النفس. يقول لك انا امشي اختنق، ما اقدر امشي، اقعد شوي يتحسن النفس. ثاني عرض وهو مهم جدا، انتفاخ في القدمين والرجلين. كحاله تقليديه يقول لك انا امشي مختنق، تشوف ريله وارمه هالكبر. الورم دكتور هل ماي ولا شنو بالضبط؟ ماي.
بعدين تقول انت تنام بالليل، يقول لك لا والله ما اقدر انام، يقول ايش وكله اكح بالليل واقوم مختنق. فهذه هي الحاله التقليديه، يختنق بالليل اثناء النوم، فتلاقي تدريجيا اول شيء كان يحط مخده، بعدين قام يحط مخدتين، بعدين قام ثلاث مخدات، بعدين قام ينام قاعد بالصاله. زين، او كل ما ينام يقوم يكح. نعم. زين، مع انتفاخ الريل وضيقه النفس، هذه هي اهم اعراض عضله القلب. في نقطه مهمه، بان عضله القلب احنا تكلمنا عن ضعفها، عضله القلب لها وظيفتين. دائما الذهن الناس يروح ان عضله القلب وظيفتها انها تنقبض بقوه وتضخ الدم. وتضخ الدم صح. لكن اذا عضله القلب ما انبسطت، هي انقباض وانبساط، انقباض وانبساط، اذا ما انبسطت بشكل كافي ايضا تسبب لك اعراض فشل عضلات القلب. وهذه نقطة ممكن تغيب على ذهن الكثير من الناس. في حالة أذكرها هذه للاستفادة، قلت شفتها قبل أسبوعين ثلاث أسابيع، مرة صار لها بدون مبالغة أكثر من سنة تعاني، ما تقدر تقول أنام أختنق بالليل. نعم. ريلي وارمة، يقول هي بحنا سوينا لك ضعف عضلة القلب عندك زينة قوية، بس مو مشكلة بالقوة، القضية بالانبساط. نعم صحيح. فلذلك مهم جدا انك تسوي التشخيص الصحيح وتعطي المريض العلاج المناسب. صحيح. لان فعلا يفرق معاهم جودة الحياة ومن ناحية الاعراض ويكونوا مرتاحين بشكل اكثر يعني. ممتاز. دكتور هذه رسالة واضحة نقدمها للسادة المشاهدين، ان اذا حسوا في كل هذه الاعراض او حتى جزء او جزئين منها لا يهمل نفسه، لانه ممكن يكون هذا يعني مؤشر خطير لمرض، ممكن ان شاء الله اذا راجعكم مثلا المستشفى تعطونا الحل وما يوصل الى درجات متقدمه. بالضبط بالضبط بالضبط. دكتور خلينا نروح حق الناحيه العلاجيه الحين. دكتور هذا الخلل وهذه المشكلات اللي تصير في هذه العضله شلون تعالجونها بالضبط دكتور؟ ممتاز. دائما احنا نعالج الاسباب. نعم. زين، العضله ضعفت بسبب مشكله بكهرباء القلب، نعالج الكهرباء من خلال يعتمد انت مره تعطي ادويه، مره تحتاج تسوي عمليه كي، مره ممكن تحتاج تسوي كي وتركب منظم. ففي وايد حلول. المقصد انت تعالج اصل المشكله. صحيح. زين، عندك مشكله قصور في الشرايين، تعالج مشكله قصور الشرايين. طبعا نقطه انوه عليها، المرضى اللي تحشهم جلطات ويكون ناتج عنها انسداد تام في الشريان ويجون متاخر، يجي بعد الجلطه بعشر ساعات و12 ساعه، هذا الانسداد في الشريان ادى الى عدم وصول الدم لهذه العضله مده طويله. صحيح. فجزء كبير من هذا العضله يموت. نعم. فهني العضله ما راح تتحسن، فاهمني؟ نعم. يعني العلاج اللي احنا راح نعطيك راح تعمل بكفاءه اقل طول العمر، بكفاءه اقل، والادويه اللي نعطيك اياها نعم تساعد العضله على التاقلم مع الكفاءه الاقل، ولكن ما راح ترجعها. متى العضله تتحسن؟ اذا انت اليوم حاشتك جلطه وصار عندك انسداد بالشريان، على طول تروح الى مستشفى مختص في الطوارئ، يحاولونك على القسطره وتسوي قسطره خلال فتره ساعه 90 دقيقه شريانك مفتوح، هني انت تحافظ على عضلتك. ممتاز. دكتور هذا الخلل او هذه المشكله تصير في العضله واللي جزء منها يموت، هذا لعدم وصول الدم محمل في الاكسجين ولا شنو بالضبط؟ عليك نور. لان ممتاز. الدم انقطع، لان الشريان انسد، الدم انقطع وما انفتح بشكل سريع. عشان كذا دائما نقول حاشتك اعراض، ثقل على الصدر، قاعد ما فيك شيء او مشيت شوي ثقل على الصدر، تعرق، لوعه، ترجيع، الم بالرقبه شديد، هذه الامور كلها تروح انت الطوارئ على طول. صحيح. لا تقول لي هذا العشاء وتسوي سؤال. صحيح. يمكن يكون المشكله هاي، بس اذا ما كانت مشكله في القلب فالثمن غالي جدا. اكيد. دكتور في امور معينه كاسعافات اوليه ممكن نقدمها بشكل يعني بسيط حق الساده المشاهدين، اذا صارت هذه الاعراض عندي في البنزل مثلا لاي نوع من انواع الجلطات او الذبحه الصدريه، في امور معينه شنو ممكن انا اسويها؟ الحين طبعا الشخص اللي مصاب بامراض القلب من قبل انا اعطيها النصيحه، لكن الشخص اللي مو حاشته ولا مره من قبل انصح انه على طول احد يحطه بسياره، احد يحطه بسياره، ما يروح بروحه، يروح المستشفى ويدق على الاسعاف. نعم. اذا انت مصاب عندك مشاكل في القلب من قبل، فانت تقدر تاخذ احنا نسميهم الحبه تحت اللسان او البخاخ تحت اللسان، ترتاح شوي، تنطر، راحت منك الاعراض، بعد خمس دقائق تمام، تقدر تراجع دكتورك ثاني يوم، الاعراض مستمره تاخذ مره ثانيه، راحت خير وبركه، ما راحت على طول تجي الطوارئ. دكتور هذه الحبه تحت اللسان اذا مثلا عندنا لا سمح الله احد في البيت إيه؟ وثاني صارت له اعراض واضحه ما ياخذها؟ انا نصيحتي إيه؟ لا، لانه ممكن يكون يعني اشتباه او شيء، عرفت شلون؟ ما تاثر دكتور؟ تاثر؟
ممكن في اذا تنزل الضغط. أيه. تنزل الضغط، عرفت شلون؟ إيه. دكتور اذا احد صار عنده جلطه معينه في القلب وكان مصاحب له ارتفاع عالي في ضغط الدم، يصير اي دكتور هل بهذا الوقت تقدرون تعطونا مسيل او صعب؟ نعطي بس يمكن بكميات قليله. لا، لان احنا المسيل على نوعين، في مسيل او احنا نسميه مذيب للجلطات. نعم. هذا الحين بالكويت استخدامه جدا قليل. أيه. لان اللي افضل منه هي القسطرات الفوريه. القسطره الفوريه في اغلب المستشفيات بالكويت، مو كلها، متوفره. انت اليوم رحت عندك جلطه حاده انسداد تام في الشريان، خلال اقل من ساعه انت في غرفه القسطره وقاعد يفتحون شريانك. ودكتور اعتقد حتى خروج من المستشفى يكون سريع، اذا جيت بسرعه. أيه. تطلع بسرعه، جيت متاخر راح تطول. أيه. قاعد صحيح. دكتور عبد الله اسماعيل، انا اقدم لك كل الشكر على كل هالمعلومات هذه القيمه. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله، مع السلامة.